أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي السبانخ مع المشروم بالفرن. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها. لذيذة وسريعة التحضير، صحية ومغذية. ولكي لا أطيل عليكم أصدقائي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذا الطبق اللذيذ معي أنا آنخلة. باموس، هيا بنا. والآن إليكم طريقة العمل. أما المقادير فسوف أذكرها لكم تباعا خلال الفيديو كما وتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أصدقائي. سنحتاج إلى حبة بصل كبيرة واحدة. سأعمل على تقشيرها وغسلها قبل تقطيعها هكذا. قبل إعداد هذا الفيديو أصدقائي أيضا تم تقشير 6 فصوص من الثوم، وها هي أمامكم على الشاشة. سيتم تقطيع البصلة على شكل شرائح خفيفة. هكذا. بعد ذلك وضعت المقلاة على النار. وضعت بما يعادل 3 ملاعق من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي تفضلونه أصدقائي. وضعت البصل. سأبدأ بتقليب البصل مع الزيت وعلى نار متوسطة حتى يعطينا اللون الذهبي الفاتح. بعد ذلك سأعمل على تقطيع الثوم كل فص إلى شريحتين هكذا. أعاود تقليب البصل وهو على النار مع الزيت. بعد ذلك سأضع بما يعادل 1 كوب مملوءة من الكاري فوق البصل وأعاود تقليبه، فهذا يضفي للبصل النكهة اللذيذة. ومن ثم سأضع شرائح الثوم وأعاود تقليب البصل مع الثوم حتى تنضج معنا. بعد ذلك سأضع السبانخ المغسول جيدا فوق الوصفة هكذا. هنا سأضع السبانخ على مرحلتين رغم أن المقلاة معي كبيرة جدا على أنها لا تسع كامل كمية السبانخ. سأحاول تغطيتها وبعد 5 دقائق سأضع الوجبة الثانية من السبانخ.
هكذا. بعد ذلك سأرفع الغطاء وأعاود تقليب السبانخ مع البصل والثوم والزيت وهو ما زال على النار، ولكن قبل هذا وذلك سأضع رشة خفيفة من الملح قبل التقليب هكذا. سأريكم هذا الماء الذي خرج من السبانخ، انتظر حتى ينشف معنا السبانخ تماما وأطفئ عنه النار وأضعه جانبا. تبدو رائحة السبانخ أثناء الطهي لذيذة جدا. في هذه الأثناء أيضا وضعت ملعقة كوب أخرى من الكاري. كمية البهارات أصدقائي ترجع لأذواقكم. وأثناء تسوية السبانخ مع البصل والثوم على النار سأضع بما يعادل 200 جرام من المشروم. بعد ذلك وضعت بما يعادل ملعقة كوب مملوءة أيضا من الفلفل الحار، أي الفلفل الأحمر الحار جدا، مع رشة خفيفة من الفلفل الأسود. وأثناء تسوية السبانخ على النار سلقت 4 حبات من البطاطا متوسطة الحجم، هرستها والآن وضعتها في قدر. وضعت بما يعادل 50 ملي من الحليب كامل الدسم، رشة خفيفة من الملح، مع 50 جرام من الزبدة الحيواني، وبدأت بتقليبها في القدر حتى أصبحت كريمية بهذا الشكل. سنحتاج إلى طبق البايركس الذي سأضعه في الفرن. أضع بما يعادل ملعقة طعام مملوءة من الزيت. أبدأ بتوزيع الزيت على كامل طبق البايركس هذا هكذا. هنا أنا وضعت قطعة قماش سميكة تحت طبق البايركس، ذلك لأن البطاطا الكريمية ما زالت ساخنة جدا معي، ولكي لا أعرض الطبق للكسر أضع تحته قطعة قماش جافة هكذا. أضع البطاطا الكريمية في الطبق هكذا، ومن ثم سأبدأ بتوزيعها على كامل الطبق بهذا الشكل. بعد ذلك سنحتاج إلى بيضتين أفتحها هكذا، ومن ثم سأعمل على خلطها.
وهكذا يبدو معنى السبانخ والبصل بعد تسويتهم على النار. سأضعهم فوق البيض وأبدأ بخلط المكونات مع بعضها هكذا. الآن سأضع السبانخ مع المشروم والثوم والبصل والبيض فوق البطاطا الكريمية في طبق البايركس هكذا، ومن ثم سأبدأ بتوزيعها على كامل الطبق. قبل إدخال الوصفة إلى الفرن، لا ننسى وضع بما لا يقل عن 300 جرام من جبنة الموزاريلا المبشورة ناعما هكذا. بعد ذلك سأضعها في الفرن بدرجة حرارة 180 درجة مئوية حار مسبقا، الرف الوسط الشعلتين. والآن إلى الفرن. سأخرجها من الفرن بعدما تنضج معنا تماما. هكذا تبدو بعد مرور 45 دقيقة. سأخرجها من الفرن، وها هو شكلها النهائي بعدما نضجت معنا. بألف صحة وعافية. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أصدقائي، طبق السبانخ مع المشروم بالفرن قد أصبح جاهزا للتقديم. بألف صحة وعافية. أصدقائي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأنها من وصفاتنا الخاصة. شاركونا آراءكم فهي تسعدنا. أحبتي، نحن بحاجة إلى تفاعلكم مع القناة، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة واللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم، ليتسنى بالتالي وصوله إلى أكبر عدد من المتابعين والاستفادة منه. أحبتي، لا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات أيضا لتصلكم جميع إشعاراتنا أولا بأول. كل الشكر لمن اشترك في القناة مؤخرا ولمن يدعمنا من خلال المتابعة والتعليقات. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس، إلى اللقاء.